السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. أنا نسيت المفتاح تبع المضخات والتايمر، فكان عندي عمل أمس هنا وأقفلته ونسيت أنه أنا أشغله مرة أخرى، فحصل عندي الأضرار اللي أنتم تشوفونها الآن. هذا بسبب توقف السقية، طبعا المدة فقط يمكن 12 ساعة أو أكثر تقريبا إلى 18 ساعة، وحصلت الأضرار هذه كاملة لأن جذور النبات أساسا يعني ما نزلت بشكل كبير في الماء، لسه بادية يعني. هذا أمر مهم. الأمر الآخر، أنا راح أعرض عليكم عدة أشياء أيضا. ما دخلت البيت المحمي، طولت أنه أنا ما دخلت، فكان في ملاحظات وجدت على الشتلات حتى في الصينيات. راح أوريكم الآن حتى بعض الصينيات تأثرت. عندي الشتلات هذه نقلتها أمس وتأثرت مباشرة، بإذن الله سوف تعود بأمر الله سبحانه وتعالى. حتى الصغار اللي هنا، التصوير هذا الآن تقريبا الساعة 4 العصر، وبإذن الله راح أصورها لكم مرة أخرى بعد ساعة تقريبا أو ساعتين، وراح نشوف بأمر الله سبحانه وتعالى كيف أنها تتجاوب جميعا. أيضا صينيات التشتيل ملاحظين، يعني كويس أنه أنا أدركتها وسقيتها الآن، حتى أثار عملي يعني لا زالت موجودة، لأنه أنا نقلت عدة نباتات للزراعة المائية، فالأخطاء واردة أن تحصل، ولذلك يجب المتابعة باستمرار. أيضا تلاحظون الشتلات اللي كان منسوب الماء عندها جيد ما حصل عندها مشكلة في الزراعة المائية. الأشياء اللي كان الكوب ما وصل للأسفل بدأت تتأثر، هذه واحدة ثنتين، لاحظوا هذه أيضا، يعني لو تلاحظون هذه ملامسة، الكوب ملامس، هذا الكوب غير ملامس، مرتفع جزئيا، لذلك هذه ما كانت تصل للماء لذلك سقطت. الأخطاء هذه يا أخوان لما تحصل معانا، هذا دليل أول شيء أنه فيه إهمال. الأمر الثاني، لابد أنه أنت تشيك من فترة إلى الثانية، يعني حاول أنك تطلع على البيت المحبي بين فترة والثانية، خصوصا بعد إضافة أسمدة جديدة، بعد الرش بالمبيدات، لا تترك العملية يعني بدون متابعة. بأمر الله سبحانه وتعالى راح تستقيم جميع هذه الأمور. أيضا عندنا الشتلات هذه، هذا طبعا حبق بري لسه راويه الآن. شوفوا الشتلات، الصينيات كانت بالشكل هذا، المجموعة هذه ما فيها نمو. هنا البطيخ لاحظين كيف صار، تأثر الطماطم هنا تأثر، ورويتها الآن. بعد ساعة بإذن الله راح أصور وأرفق التصويرين مع بعض، بإذن الله راح نشوف وش راح يحصل معنا. أنا أجهز الشتلات هذولا كلهم أولا للنظام المائي، وراح أوريكم الآن، يعني راح أعمل لهم هنا تربية، تمام، بحيث أنه يعني الطماطم ما يصلح في الأربع إنش، هو الخيار المواصير الأربع إنش، ولكن أنا راح أخليهم هنا فترة مؤقتة، بعد كذا راح أنقلهم للأحواض الكبيرة اللي زي هذه. الحمد لله رب العالمين. الآن تقريبا بعد ساعة، شايفين هذه كانت نايمة، الآن هي واقفة من نفسها، ملاحظين هذه لا زالت إن شاء الله تستقيم، وهذه أيضا، يعني الوضع جيد بعد السقية. لذلك يا أخوان يجب أن تكون متابع دائم، يعني لا يعني تقول خلاص أنا كل شيء عندي أوكي، لا، برضو طل مرة كذا ومرة كذا. أيضا راح نشوف الشتلات اللي هنا، هذه استقامت، وهذه أيضا كذلك، اللي هنا الصينيات تشتيل، لاحظوا الأغلب توقف من نفسه، كذلك المجموعة اللي عندنا هنا يعني استقامت، وضعها جيد. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق.
أيضا قبل ما ننسى ونختم هذه الشتلات اللي هنا هذه كانت نايمة تمام. أنا عندي ميزة إنه البايبات هذه ما تنزل من هنا على هذا مباشرة بارتفاع معين للماء، وإنما أنا أتحكم في وجود الماء هنا من خلال البايبات هذه، أرفع وأنزل علشان أتحكم في منسوب الماء. يعني شايف البايب راح أسحبه للأسفل بدأ ينزل منسوب الماء، أرجعه فوق الأعلى راح يتوقف. بالشكل هذا أنا أتحكم في الكاسات إذا كانت قصيرة، يعني بعض الكاسات للأسف تجي لها هنا والماء يكون تحتها، وأنت عامل يعني ربط بالأكواع، لذلك الحمد لله الوضع ممتاز جدا. معليش عندي حوسة لأني في عملية نقل، فالآن نقلت الخيار هذا كامل ونقلت الطماطم أيضا المجموعات هذه، وضعها جيد. المجموعات اللي في الخلف الزرقاء هذه إلى الآن هي بالماء فقط، ما وضعت لها سماد. اليوم بإذن الله راح أعطيها أي سماد، سواء نيارة أو خلطة جديدة أو أي وضع كان، وأسمدة مستقلة حسب ما أرى إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، ولا تنسون تشيكون على مزارعكم على بيوتكم المحمية، لا تسوون مثلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.